لم تنذروا من الأحسن إنما تنذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر كريم إنا نحن نزل ما تاركتم ما قدموا وأثارهم كل شيء ناصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بذلك فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر منا وما أنزل الرحمن بشيء من قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قال إلا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء على النفس المدينة لا تنسى قال لا يظلمكم وما لك أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن أرادني ضر لا تنفعني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إلا من ذكر ربكم وتكفرون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إن غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده يا أرومي تمري وما بمجمعيني حتى سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت لهم من أنفسهم مما لا يعلمون قال فلهم الليل يسخرون النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقرا لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تقرب دون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ويقولون متى هذا الوعد ما يدرون إلا سيئة واحدة تنفعهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصرفا ولا إلى أهلهم يرجعون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اشتركوا عليها فلا تكونوا تكفرون